بدينا الأسبوع الماضي تكلمنا عن الأخوان المدراء والمديرات وتهيئة المدرسة واستقبال المعلمين. قصتنا الأسبوع هذا تكلمنا عن المعلمين وتهيئة الفصول للطلاب. الأسبوع القادم سنتكلم عن الطلاب. والله الحمد كما تعلمون المجتمع السعودي مجتمع متعلم تواق إلى التعلم. يعني أنا لو نضرب الأمثال بالدول الشقيقة العربية اللي سبقتنا، الآن نحتوي على تقريبا في المملكة 32 جامعة ما شاء الله من أهلية وتبع وزارة التعليم. 32 جامعة. يعني أنا لي أقارب الآن، قبل أسبوعين أسعى وياهم، جايين من الكويت وناس جايين من قطر للالتحاق بالجامعات السعودية. ما شاء الله. فأقول لهم الجامعات اللي عندكم كذا، قالوا إحنا أخذنا الجامعات اللي لها سمعة، دخلنا على 100 جامعة في دول العالم، لقينا 4-5 جامعات موجودة في المملكة، فنسعى. بعضهم دفع الأموال حتى يسجل في هذه الجامعات. يا أخوان ترى هذا الارتقاء مو سهل. يعني لما أمة من الأمم أو دولة من الدول أن تسعى لتكون رقم واحد بالتعليم، هذا شيء مرقى صعب جدا جدا. يعني العمارة تبنيها بخمس سنين، لكن كدولة تسويها دولة صناعية، دولة استقطاب العلماء، دولة استقطاب طلاب العلم، دولة بإذن الله ستكون دولة نووية، هذا شيء ما يمكن يعني يقاس. الحمد لله الآن ارتقينا يمكن إلى أكثر من ذلك. فهذا طبعا الدولة هيئت هذا الجو، هيئت قبلها المدارس، وانتم شايفين ما شاء الله السنة من الخمس سنين اللي راحت، الآن أولادنا وبناتنا كلهم يأخذون الجوائز المتقدمة سواء في أمريكا أو في اليابان أو في كوريا، جوائز متقدمة جدا على مستوى الفيزياء والكيمياء والروبوت، يعني من آخر ما تطور العلم أبنائنا وبناتنا. ويش على مستوى ترى الثانوي بعد ما ارتقينا، عندنا اختراعات. يعني إلى أمس أنا أشوف مقطع أجهز نفسي لليوم، في أحد الدول العربية في مسابقة طلبوا، جابوا مقطع قالوا عطونا اسم أو جنسية العالم اللي استطاع أن يعمل عملية ترقيع لقلب لامرأة بها سرطان حاملة جنين عمره 5 شهور، استطاع أن يدخل إلى الأم وإلى قلب الابن ويسوي عملية ترقيع القلب. كل اللي تكلموا طبعا بيقول لك بريطاني رقم واحد، ألماني، أمريكي، قالوا جنسية عربية. تفاجأ الجميع وعطاهم فرصة ثانية وخيار ما عرفوا، يوم قالهم سعودي يعني الوجه كأنه غير متقبل. سعودي يرتقي إلى نعم. منين جاء هذا؟ ما جاء من فراغ. احنا كنا في الأودية وكنا في الخيام وكنا في القرى، ارتقينا إلى مرتقى يعني دليل ان شعبنا قابل للتعليم. وعودا على بدء، نجي إلى المعلم. شايفين انتم ما شاء الله الجوائز في المملكة، الجوائز الشيخ حمدان في الإمارات تقريبا 80% من الجوائز لدول اخواننا دول مجلس التعاون الخليجي 80% سعوديين. ما شاء الله. معلمين ومعلمات، مدراء ومديرين، يعني مسابقه على مستوى دول الخليج، ما هي على مستوى قريه عندنا او مدينه صغيره، لا. يعني يجب ان يكون المدير ذا همه عاليه. يعني احد الاماراتيين جزاه الله خير لما اطلع على ملف احد المدراء لأحد الثانويات في الرياض، قال هذا يقود جامعة ما يقود ثانوية. هذا يقود جامعة لا يقود ثانوية.
هذا ما توصلنا. فالحمد لله على ما يعني هيئت لنا حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ورجال التعليم وأصحاب الفضيلة العلماء والوزراء، تعبوا وأعطوا وبذلوا للارتقاء بنا. نأتي الآن إلى قضية القندي، قصة لأحد المعلمين وهو العفو والتسامح، وهذه صفة من الصفات اللي ربما يعني الكل يعرف أن هذه اللي يزرع هذه الصفة هو رجال الدين أصحاب الفضيلة، هم اللي يحرصون على يعني هذه الصفات في زرعها في القيم في الأمم. ولكن ضرب المثل أحد المعلمين وهو حادثة حصلت وقد كرمه أمير المنطقة وأظن أنه في الجنوب، جزاهم الله خير، دائما أهل الجنوب يعطونا مفاتيح جميلة. فالمعلم نهاية العام بصف الثالث ابتدائي انتهى من السنة وآخر يوم في السنة، قال يا شباب منو اللي زعلان مني؟ ما جاوبوا أحد أبدا، ما حد جاوبه. يا شباب ترى أنا ما أبيكم نجي السنة الجاية وتقعدون الإجازة دي وفي أحد في قلبه شيء علي، أنا يمكن ما ألقاكم، الله سبحانه وتعالى يأخذ أمانته، فما أبي أحد من بعد هذا اليوم يكون في قلبه شيء. فما حد، طبيعة الحال صغار والجراءة قليلة ومعلم شخصه الكريم يعني فقال شوفوا يا شباب أنا بغمض عيوني وبنزل رأسي على الماصة على الطاولة وبحط إيدي، اللي بقلبه شيء خلي يجي يضرب إيدي يضرب على رأسي على كتفي بكيفه. فيقول المعلم حطيت إيدي على الطاولة، يقول جي أول واحد وضرب إيدي ضرب خفيف، يقول جي طالب ثاني وضرب شوي أخف، جي الثالث حب إيدي باسها، والجي بقية الفصول كل الطلاب قاموا حبوا يدي. فيقول شوف شلون أبنائنا، معناته قاعد نزرع قيم. ترى هذا القيمة هذه في دول مثل دول متقدمة في الغرب يعني يسوون اللجان والمحاضرات والدراسة الفسيولوجية والنفسية وكذا وتأثيرها على المجتمع والأسرة والشارع حتى يوصلون إلى هذه القيمة. إحنا القيمة هذه حصرناها شوفوا في فصل، معناته البيت قاعد يصنع رجال، بيتنا قاعد يصنع بيئة طيبة، وزد على ذلك معلمينا. هذا المعلم اللي سوى الحركة وزرع قيمة التسامح والعفو، ترى المنهج ما طلب من عنده ولا مدير مدرسة ولا مدير التعليم ولا معالي الوزير ولا خادم الحرمين الله يحفظه في مكانه، لكن هذه قيمة مزروعة في نفوس معلمينا ومعلماتنا. وللمعلومية ترى معلماتنا يبذلون كثير، صح، الكثير الكثير، لكن إن شاء الله لعلنا القصص القادمة سنأتي من أخواتنا المعلمات بإذن الله. هذا ما حببت أن أشرك فيه اليوم. جزاك الله خير ما شاء الله. هو شيء هنيئا لهالمعلم، والله ودنا عارفين اسمه الله يجزاك علشان فعلا يذكر ويشكر.